انا عاجبني بقى الفكره دي جدا. انا عارفه انا بسمع عنهم طبعا طول الوقت. عاجبني فكره ان الحاجات دي مصري، بس ما بقيتيش بتلاقي الحاجات اللي هي اللي تحسيها مصري وشعبي كده، لا الحاجات بستايلات حلوه وموديلات حلوه ومن بلدنا يعني. يعني والله حاجات شرف قوي. مبسوطه بالمكان ده. اتفضلي. الطقم ده كمان جميل قوي. انهي طقم؟ ده جلد صح؟ ده جلد وكتان. حلو قوي، والماتيريالز كمان حلوه. احنا بنستخدم احسن الماتيريالز في الديزاينز بتاعتنا. انا خدت بالي ان ده ووتر بروف. انت عارفه كمان ان احنا عندنا خدمه ما بعد البيع، في دايما متابعه. احكيلي عنه بقى، انت ايه رايك؟ وشايفه ان في ناس كتير بتعمل ده في مصر ولا لا؟ ابتدوا يعملوا ده بس طبعا قليلين قوي، وفي ناس بتقول ان هم بيعملوا بس طبعا بتقعدي تجري وراهم كتير ان بعد ما بتشتري الحاجات. بس دي حاجه مهمه جدا، لان يعني اهم حاجه يكون في متفاهم ما بين العميل والشركه اللي بتبيع او المكان علشان اقدر ارجع تاني اشتري. بس مره وخلاص. ارت هاوس عاملين اوفر افرش شاليهك ب 72,000 جنيه في 72 ساعه. الحقوا العرض. تشاز